أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا توضأ الرجل ونسي عضوا من الأعضاء ثم ذكره قريبا فماذا يفعل؟ إذا كان لم تفت الموالاة، يعني كانت الأعضاء لم تنشف لا تزال رطبة، فإنه يغسل العضو وما بعده، يغسل العضو الذي تركه وما بعده، وأما ما قبله فلا يغسله لأن الموالاة موجودة ولم تفت. أما إذا يبست الأعضاء وطال الوقت فلا بد أن يعيد الوضوء من أوله لفوات الموالاة. نعم.